إليكم هذا الخبر الذي وصلنا على التو، حيث تتواصل قافلة مؤسسة القلب الكبير نشاطاتها بإقليم شارق الأوسط، تحديدا مدينة سار، حيث يقوم الأطباء بإجراء العمليات لإزالة المياه البيضاء. تقرير عيشة خليل بلال من مدينة سار. إن حاسة البصر تعد من أهم الحواس الخمس في جسم الإنسان. على هذا الأساس تواصل مؤسسة القلب الكبير بالمستشفى المركزي لمدينة سار عملها الخيري والإنساني في الكشف المجاني والجراحة المجانية للعيون وتوفير الأدوية للمرضى وحل جميع المشاكل التي تتعلق بمرض العيون. وهناك وصايا وإرشادات من قبل الأطباء ومساعدين من جمعية العون المباشر لجميع المرضى. وقد أجريت منذ الأمس وحتى ظهر اليوم حوالي 184 عملية جراحية. أما عن كيفية عمل الفريق الطبي يحدثنا مسؤول الطاقم الطبي الدكتور المصري محمد هندي. الطاقم الطبي اللي هو فريق عين العالم هو فريق مصري بيتعاون مع جمعية العون المباشر الكويتية، وبنتعاون اليوم مع مؤسسة القلب الكبير تحت رعاية السيدة الأولى. بنعمل بطريقة، احنا فكرتنا في فريق عين العالم هي ببساطة خدمة يستحقها الإنسان. القافلة الطبية لمرضى العيون تضم أطباء مصريين ذوي الكفاءات العالية في مجال الكشف وجراحة العيون، ونجد من بينهم طبيب متخصص في جراحة العيون من دولة ليبيا الشقيقة. إحنا العمليات عندنا جزئين، في عمليات على حسب الحالة، إحنا في معظم حالاتنا بنشغلها بالفيكو اللي هي الموجات الصوتية تفتيت المياه البيضاء بدون خياطة، بدون يعني جرح بسيط 3 ملي، ودي أحدث طريقة لإزالة المياه البيضاء في أي حتة في العالم. 2.8 ملي، وبنطلع شفط المياه البيضاء بموجات صوتية وبنزرع عدسة لينة. ده معظم الحالات، في حالات لا ما ينفعش معها العملية دي فبنعمل عملية جراحية عادية. السيد جوستين صرح لنا بعد أن أجريت له عملية جراحية في العين اليمنى. شكرا لإندا ديبي عشان جبلنا كرفان جاء ساعدانا، وساعدانا في شنو يعني يا سولنا عملية أول خالد زول كي يقدر يقرب ما في، وفي سبب لي كمان جابت لنا كرفان رجعت فكت لنا إنا ولي قدام كل ندرو عشان ترسل لنا أي موقت كرفان عشان يجي يساعدنا. ودواء الأنتونا ده ذاتك كان كمان لا الدواء ده ناسب كي اليون ده ما نلقوا مشكلة تاني. كما عبرت السيدة أشت علي عن فرحتها بالعملية التي أجريت لها. هنا جينا كلام العيون. العيون ده حسا هند دابي جاب لنا الدكاتير. وهس فتهونا قاعدين نشوفه. لكن الله يزيدها والله يزيد زمانها. الله يطول أمورهم كلهم. الرئيس كله الله يزيد أمره. السيد الضيم محمد يعد من أحد المواطنين الذين أجريت لهم العملية بالأمس. هند ديبي جاب لنا النظر، شفنا مرة واحد الله كبر شروش ودوم قدام. الحمد لله يسعد قاعد بشيف اليوم ده، شورا منهم كثير بارك يدك كثير الجوان دول، وأنا كل منهم الله يبارك له فوقكم كثير. ونذكر بأن القافلة الطبية تستمر لمدة أسبوع كامل، حيث قامت مساء اليوم السيدة مريم كوشي عبد القادر وأحد أعضاء مؤسسة القلب الكبير بتفقد المرضى بمستشفى المركزي لمدينة أسار، ومن خلال الزيارة وزعت لهم الأطعمة لجميع المرضى الذين أتوا من القرى المجاورة لمدينة سار. وهذه الأطعمة أعدت من قبل مؤسسة القلب الكبير لجميع المرضى والعاملين بالقافلة الطبية المتواجدة بمدينة سار.